مدمر في الطيارة يا رجل، بس ما قال لي ديجي ديجي هوني هوني اطلع هوني في السماعة رجع الشيخ قلت لك فمش كوليكسيون في السماعة طاجة ما قلت الدربانيش سيبا يا زي خبط راكي 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 يا زي خبط توي قمر لوطه قاعد توي قمر لوطه بابا يزيد العيط بابا باش ياخذوهم معنا الكاسيت هذيك شنو ليه تحكيها تجي طفي ضو طفي ضو طفي ضو طفي ضو بعد بابا واقفين احكيوا ثلاثة ولا أربعة تقول كحلة ترى ترى هات جبل كبير هات في بيرة ما تسمى جايش في بيرة في بيرة يا في قمر في الهليكوبتر شكون بابا سكرت عليه تسجيل هبطوا هبطوا بس طيحوهم ليه مشاو يتجراو تو دخلوا البلاص دخلوا لصح البلاص حبيت من زير فما واحد في الكوان بحضر كل واحد الدار من كثر ما هم بعض بالجميل ترى فالناس يقبروا في الهليكوبتر للدور باش يحبوا يطيحوا يودي فينا هنا والله في المكسوك التطبق هكا جي أربعة كلهم ندمي باللكحل أربعة مصطح